مرحبا يا جماعة، كيفكن؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بحب خبركن إنه هذا الفيديو هو أول فيديو طويل إلي على اليوتيوب، وأكيد كلياتكم بتعرفوا إذا هذا أول فيديو طويل لازم أنتوا تدعموني وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وطبعا هذا الفيديو غير كل الفيديوهات اللي أنا عاملها من قبل وحتى محتوى غير اللي أنا بقدمه، بس شفت إنه القصة كتير بتستاهل وفعليا بوراك كان فيها كتير مظلوم، فلهيك حبيت أعمل هذا الفيديو وأحكي لكم شوية معلومات عنه وعن الشيء اللي صار مع بوراك. وبتمنى إنك تشاهد هذا الفيديو للنهاية لأنه فيه عبرة مستحيل إنك تتخيلها. ومشان ما أطول عليكم بالمقدمة، يلا خلونا نبلش بالفيديو. خلوني أحكي لكم شوية معلومات عن هذا الشيف اللي اسمه بوراك أوزديمير، وهذا الشيف بيكون صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة CZN بوراك، وCZN بوراك هي اختصار لكلمة سيزارو، وسيزارو هي شركة بيمتلكها أبولا بوراك، ولأنه من الصعب نطق هيدي الكلمة بوراك اختصر بCZN وضافها لسلسلة مطاعمه. بوراك هو طباخ تركي من أصول عربية سورية، ومع أنه هو من أصول سورية بس عاش بأنطاكيا لحد ما صار عمره 16 سنة، ومن بعدها طلع على إسطنبول وبلش يشتغل بمهنته، وهذا الشيف حقق إنجازات كتير كبيرة بحياته وخصوصا على مواقعه بالسوشيال ميديا، بحيث انه على التيك توك عنده اكثر من 72 مليون متابع، وعلى الانستغرام عنده اكثر من 50 مليون متابع. وبوراك ورث مهنة الطبخ عن ابوه وجده لانه كمان كان عندهم سلسلة مطاعم. وبوراك ما له جديد على مهنة الطبخ لانه هو لما كان عمره 16 سنة بلش بهيدي المهنة. ولو انت متابعه لبوراك بتعرف انه هذا الشخص كتير محبوب والناس كتير بتحب ابتسامته وطيبة قلبه، لانه تقريبا الشيف بوراك بينزل فيديوهات يومية على التيك توك او على اليوتيوب وهو عم بيقدم مساعدات خيرية للفقراء. وطبعا هذا الشيء مع الوقت خلف ازمات ومشاكل بين الاب وابنه، لانه ابوه لبوراك ما كان يرضى انه ابنه يقدم مساعدات خيريه للناس المحتاجه. والخلاف الاكبر اللي صار بين الاب وابنه وقت صارت الزلازل المدمره بتركيا، لانه بوقتها بوراك صار يقدم مساعدات خيريه لكل المتضررين بالزلزال، بس المشكله انه ابوه ما وافق على هيدي المساعدات نهائيا، فصار في جدال كتير كبير بين الاب وابنه، وبوقتها قرر الاب انه يقطع علاقته مع ابنه نهائيا. وهذا الخلاف ضل فترة والاب قطع علاقته مع ابنه نهائيا وما بقى يحكي معه. وحتى لو مننتبه انه بوراك باخر فترة بالفيديوهات اللي عم ينشرها عم بيكون فيها كتير زعلان، بس ما كان حدا عارفان شو هو سبب زعله لحد ما صارت هاي القصة، واللي هي انه ابوه باع اكبر وانجح المطاعم الموجودة لبوراك باسطنبول. لما قلتلكن انه الاب باع اكبر وانجح المطاعم لبوراك فعليا صدقوا، لانه هذا المطعم اللي موجود باسطنبول لوحده فيه اكتر من 1000 عامل، وتخيلوا قديش الاب نصاب ومحتال وحرامي لانه اكتر من 1000 عامل هلا حاليا وقفوا شغل بسببه. كمان مجموع الاشخاص اللي بيشتغلوا بجميع سلسله مطاعم بوراك اكثر من 5000 شخص، وحاليا هدول الاشخاص كلهم وقفوا شغل لحتى تنتهي القضيه بالمحكمه. ويا ريت الاب باع بطريقه منيحه لانه باع بطريقه غير مشروعه لرجل اعمال اجنبي. وبحسب تقرير المحكمه انه ابو لبوراك باع سلسله المطاعم كلها بقيمه 41 مليون دولار. وطبعا بوراك ما كان بيعرف، بس لما عرف فورا رفع دعوى قضائيه ضد ابوه بالمحكمه بتهمة الاحتيال. وكمان اكتشفت المحكمة انه ابوه احتال عليه وسرقه بس مشان يرضي غروره، وحتى مشان ينتقم من ابنه ليش عم يقدم مساعدات خيرية، لانه تبين انه الاب ماله بحاجة لمصاري ابدا، وعنده مشاريع كتير كبيرة باسطنبول وبكافة انحاء تركيا، وهي المشاريع بتضل عم تطلع له مبالغ كتير كبيرة بدون المطاعم لمدة 100 سنة. وقررت المحكمة انه رح ينعقد جلسة في سبتمبر المقبل للاستماع في قضية بوراك ضد ابوه. وطبعا بوراك بعد ما رفع دعوى قضائية ضد ابوه طلب منه انه يكشف الحقيقه، وبوراك حكى كمان انه رح يحمله كامل المسؤوليه لابوه، وبحسب ما حكى بوراك انه هو متامل يتم محاسبه ابوه، وكمان طلب انه يتم تعويضه عن الاضرار اللي صارت عليه وعلى مطعمه. وحكى بوراك انه ابوه كان شريك له بالعديد من المشاريع التجاريه، بس بالاخير ابوه خدعه وباع كل المطاعم تبعيته بدون علمه بدون الحصول على الموافقه منه. وغير هيك كمان ابوه كان عم ينكر انه هو باع المطعم، وحاول كتير انه يخفي الحقيقه عنه، بس بالاخير بوراك عرف. وطبعا بوراك بعد ما عرف عبر عن خيبة امل كبيرة صارت له من ابوه لانه هو بيعتبره القدوة بحياته، وكمان حكى انه لا حدا يثق بالشخص اللي سرق اسمي وصورتي، واكد انه هو رح يواصل مسيرته بعالم الطهي لوحده. واكدت المحكمة انه هو حاليا ما بيمتلك اي مطعم باسمه نهائيا، بس من عدا مطعمه الوحيد اللي فتحه جديد باسطنبول. وتخيلوا انه بوراك من كتر ما تضرر باع وحدة من سياراته الفخمة لحتى يقدر يوفر سيولة بايده، وطبعا عم بيوفر السيولة بايده لحتى يفتح المطعم الجديد تبعه باسطنبول. وتخيلوا انه ثروة بوراك قبل ما يتم الاحتيال عليه 12 مليون دولار، بس بعد ما تم الاحتيال عليه من ابوه بلغت ثروته 100,000 دولار فقط، وطبعا هذا المبلغ دفعه بالكامل لحتى يفتح مطعمه الجديد باسطنبول. ولهون بنكون وصلنا لنهاية قصة بوراك أوزديمير. إذا عجبك الفيديو حط لي لايك، وإذا ما عجبك الفيديو كمان حط لي لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس،
وبتمنى من الجميع انه يضيفني على كل مواقعي بالسوشيال ميديا، حتشوفوا الروابط كلها عندي بالوصف. وطبعا كلياتنا بنتمنى له الخير من قلبنا للشيف بورا، واكيد نحن رح نكون ناطرين الجلسه اللي رح تنعقد بسبتمبر المقبل، واكيد كلياتنا بنقول انه ان شاء الله بوراك يربح القضيه ضد ابوه مشان يسترجع كل المطاعم اللي سرقها منه ابوه. ويا جماعه الخير، اي شخص بيكتب لي بالتعليقات انا كم مره قلت بوراك بهذا الفيديو رح احط له اسمه بالفيديو الجاي، واذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات اكتبوا لي بالتعليقات لحتى استمر بالنشر. ويلا السلام عليكم.